السؤال الأول إذا ما عرفتي سؤال أقول باس. قولي لي باس حتى أعيد لك السؤال قبل نهاية الفترة المقررة. أوكي؟ أوكي. إذن السؤال الأول، نوع من أنواع الزهور. غاردينيا. مسحوق أبيض يستخدم في الطعام. ملح. شيء في ملعب كرة القدم. طوبة. أحد الأعياد في العراق. عيد الفطر. حيوان يبني بيته الخاص. بلبل. طير. برافو. أوكي. أوكي. جاوبت 5 أسئلة في أقل من 20 ثانية. خلي نشوف أجوبتها صحيحة وش قد حصلت.